ازيكم اكرم؟ هاي ادم متبوسه حبيبي، كل سنه وثلاثه ايام. هاي 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 هني، ازيك يا عمارة؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. فين انجي؟ ما جتش، انا قلت اسبق. انتوا متخانقين؟ زمان الخناقات انتهى من زمان. انا اصلا ما اديتش خناقه جامد قوي، بس هو كان يستاهل على فكره. اه والله، انت ما شفتش الموقف كان عامل ازاي اصلا؟ انا معاك، انا معاك يا حازم على فكره. مشكله المحليات دايما في القيادات اللي ماسكه. شفت الناس اللي بتفهم؟ حازم الحلقه الجايه هيحللك الموضوع ده. انا هحللك مشكله المحليات ومشكله العالميات كمان لو عايزه. حبيبي عارفه والله يا حازم من غير ما تقول. هشوف ايه؟ كلمني من نص ساعه جاي في الطريق. ايوه بقى، اخر العنقود جاي لك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نقوم نشوف حاجه نشربها بدل اللي احنا فيه ده. مبسوطين ولا ايه؟ ممكن ترقصوا؟ يلا نرقص. حازم حازم، بقول لك ايه؟ عايزه اسالك على حاجه. كنت عايزه الكونتاكتس بتاعت الشيخ علاء مصطفى. ليه؟ تقديم برنامج ديني ولا ايه؟ برنامج ديني ولا ايه؟ حضرتك ما تعرفش الاستاذه بقت رئيسه اللجنه الدينيه في النادي. اوبا، بتقسموا عليا بدل ما تتبسطوا ان انا بعمل اي حاجه ليها نفع. ها؟ بقول لك ايه، سيبك من الفسقين دول، انا هخليه يكلمك بكره واظبط معاك كل حاجه. متشكرة، ميرسي جدا يا حازم. طب احنا نسيبهم بقى في اللجنه الدينيه. اه وناخد درينك حضرتك في اللجنه. يبقى تعالى لنا. ابو طلع. ابو طلع ايه؟ تلا ايه؟ تأخرت ليه؟ بيعملوا ايه؟ 30 كيلو. دينا اكرم عند اخواتي. اهلا. تلتولا البرنسس. سلم على ماما. تعالي. ليه بقى معاك كده قدام الناس؟ ميرسي انك جيتي. ابدا، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. اتفضلي اتفضلي. اهلا، سلمي لي على عم شاو. تنوري يا حبيبتي، ازيك يا دودة؟ صباح الفل. سلام عليكم يا رجال. يلا بسم الله كده نفتح نفس بعضينا. طب خلكوا بقى دي من ايدي كده. ايه ده؟ هو السمنت ده ماله مسكر كده ليه؟ هو احنا هنحلب لما ناكل؟ انت هلا حتى واحد مخاص وصايا. استنى، المنبر ده بارد، هات لي غيره. بارد ازاي يعني؟ ده لسه طالع من على النار. قلت لك بارد وشبه. ارفع. استغفر الله العظيم يا رب. ما تدوش شوربة المقادم دي. لا دي مني ليك بقى. وحياتك عندي ما لا عاوزة. يا اخويا البحر بيحب الزيادة. حبيبي. استنى يو. المنبر ده مجلد. انت دقته يا عم؟ انت هترد عليها حالتها؟ فين الست اللي مشغلاكم؟
في صعبة المخروبة دي؟ مش كفاية أعرف اللي بياكله؟ لو مشغلين عندهم ورث بدودة. عايز إيه يا ضاح؟ مش تفطني العرر اللي مشغليهم عندك. اتعاملوا مع الزباين المهمين اللي زيي. إيه عرر دي مش؟ لا مؤاخذة يا معلم ضاح. شوف إيه اللي مش عاجبك ونغيره ونخرب. الطفح كله يقرف. خلاص سيب الطفح وتفضل. حسابك عندي. أنت عجبها عليا ولا إيه يا عبلة؟ حسابك هتاخديه. بس بعد ما ربي الكلب ده يا ابني. ايه يا انت مفتري ولا ايه؟ صح اللي انت عامله ده ضحي. انا جاي اكل بفلوسي. طب اتفضل خد فلوسك واتكل على الله. يلا يا عم الحاج امشي بدل ما تزعل. انا مش هرد عليه يا عم جمال عشان خاطر حق العيش والملح اللي انتوا ما رعيتوش وانتوا بتشاروا في المحكمه. بس انا مش ماشي غير لما اخد حقي. لا ضحي عنده حق يا عم جمال، عنده حق ولازم ياخده. وانا يا ضحى مش هخليك تمشي غير لما تاخد حقك تالت ومتهل. خلاص يا لا خلاص يا تريكا. هاي بوبي، كنت لسه هكلمك. ما طالع بتحاول تكلم نادين بس ما بتردش. ما انت عارفه السيستم هناك ساعات ما بيبقاش معاها الموبايل. طب هي خارجه امتى يا بوبي؟ هتخرج قبل اجازه كريسمس، يعني هشوفه بعد ما تيجوا لندن. طيب ده كويس تمام. اديني تالا. حاضر ثانيه. تالا تعالي كلمي جرامبا. هاي جرامبا. هابي بيرثدي سويتي. ثانك يو جرامبا، انت وحشتني قوي. فوز على فاتو يا قلبي. هابي بيرثدي. كل سنه وانتي طيبه. هاي حبيبتي كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. دكتور محمود الفقي. مايك يوم سي. اهلا اهلا وسهلا. طيب يا بابي هكلمك بعدين. اوكي سلمي لي على شهيره. يا جماعه سيلفي اكرم بيجو ماما بليز. يلا تعالى بس عشان عايز احطها على المركب عندي. فين هاني؟ هاني سيلفي. تعالي رورو. كله موجود؟ كله جاهز؟ مامي مامي استناني استناني. هاي يلا جاهزين؟ اشفطوا بطنكم؟ قولوا شريف شريف. ادي بقى بوسه. تعالى خلاص يا جماعه تقدروا ترجعوا. شكرا شكرا. فين في الصورة؟ شوف بص الله والله وحشتنا غلاسة. كفاية غيرة على فكرة من واحنا قد كده. غيران أحلى منه وأجمل منه. أعمل إيه أقطع نفسي أديك حتة مني؟ أعمل لك إيه؟ أنا رايحة التواليت. أوكي شكلك مزعلة جامد. طب مين دي بقى؟ صاحبتي صديقة يعني. بس؟ اه بس طب ما تسيبي الولاد شويه وتيجي تقعدي معانا. صحابي هتتبسطي منهم. اوكي خلاص. شريف اه اتفضل. ايه يا حبيبتي؟ انت جايبها كده معاك عادي؟ يا هندي مركزه معانا ليه؟ واحده صاحبتي جايبها معايا عيد ميلاد. بس سيبك انت عجنتهم. بسم الله عليك جامد. ما خلص بقى يا سيدي الرجاله. فك بقى ما تقفل نص اليوم. هو لما ست تقول لي راجل شوف ايه اللي مش عاجبك نغيره لك ونخلص تبقى غيران عليه؟ لا تبقى عرفانه مني. مش قصدك على ست الشلقه دي صاحبه المصمت؟ شلقه ايه يا زباله يا بنت الكلب؟ انزل يا بت. انزل ده ايه؟ هو احنا لسه عملنا حاجه؟ قال انزل. انزل يا الله. زلن على جبينك. يلا كان لازمتها ايه الكوارع بقى؟ ما كنا كلنا كنتاكي. تيجي يا عمر اخويا تليها على عينك كده.
معقولة مش عارفة تصحي بدري شوية تقضي اليوم معانا؟ ايه يا نولا، كنت سهرانة امبارح. على فكرة آدم وهاني هنا من بدري. اوكي مش مشكلة، فين بس طلع عشان عايزة اديله هدية. هنعج وترقص. طب يلا. تعالى سمير، يلا تعالى العب معانا. لا مش هينفع دلوقتي، ممكن بعد شوية. كل سنة وانت طيب. سمير؟ نعم يا مدام هيلا. التورته لسه واصله، ممكن من فضلك نتاكد انهم وصلوها لهنا؟ اه طبعا، تحت امر حضرتك. ميرسي. يا جماعة، أنا محضر كده هدية خفيفة مختلفة عشان تالا حبيبتي. بصراحة هي مش بس عشان تالا وعشان نايلة، عشان حابة أقول لهم أنتوا أحلى حاجة في حياتي. أنتوا نورتونا. هسيبكوا بقى مع الفيديو. كل سنة وأنت طيبة حبيبتي. هابي بيرثدي. تاني نمشي مع بعض، انا مش هقدر امشي دلوقتي. لا، سلم عليهم وقول لهم البنت اللي انا جبتها معايا بتسلم عليكم. ايه رايحين على فين؟ تعالوا هنا. لسه بدري يا مومي، هنتفرج على التي في. خلاص بقى هند، سيبيهم شويه بليز. 30 مينتس بالكتير وتبقوا نايمين في اوضتكم. ماشي اوكي. شريف كان وحشني قوي، مش عارف ليه ما رجعش معانا. طبيعي يعني، ماما كانت تمسك فيه شويه. وايه المشكله ان هم كانوا يرجعوا الاثنين معانا؟ ماما بتعند بس احيانا. ست يمكن كان عايز يتكلم معاه في موضوع يخصه. موضوع ايه؟ موضوع البنت الاموره دي اللي كانت معاه. انت شايفها اموره؟ اموره طبعا، وشكلها كمان ابن ناس. بالعكس، دي قايله الذوق. انت ما شفتش ثابت الحفله ازاي من غير ما تقول لاي حد؟ يا ست يمكن ما كانتش لاقيه نفسها في وسطكم. وسطكم؟ انت لسه مش معتبر نفسك من العيله دي ولا ايه؟ قصدي الستات. هو قالك انه هيتجوزها؟ ما قاليش، بس باين عليهم قوي ان هم متصاحبين. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقول ايه؟ طبيعي يعني شريف يكون مصاحب. هو انا قلت ان هو مش طبيعي يبقى مصاحب؟ انت كده بتشوف انا بقول ايه عشان تقول عكسه خلاص. انا برضه. انت هتنام؟ عايز حاجه؟ لو عاوز منك ايه؟ دينا، انا عارف انك صاحيه، ممكن لو سمحت تردي عليا؟ لو ما رديش عليا هطلع واصحي اونكل واقول له انا عايز اكلم دينا. بلاش جنان يا شريف، روح نام. لا، ما انا ما اقدرش اروح انام من غير ما اشوف ضحكتك.
الو الو ادينا تحت بيتك. تحت بيتي؟ محتاجة اتكلم معاكي شوية، ممكن لو سمحتي تنزلي؟ مش هينفع يا شريف. دينا مش همشي من تحت بيتك غير لما تنزلي. طب ما دينا ما انا كانش ينفع امشي واسيبك وعارف انك متضايقة مني. فكرني كده انا جيت معاك ليه؟ عشان نبقى سوا. طب والله العظيم كان صعب قوي اعرفك على اي حد في نص الزحمه دي. ستي انا الغلطان، انا اللي ما عرفتش اختار الوقت الصح. لو شايف انه كان صعب تعرفني عليهم امبارح يبقى هيفضل صعب يا شريف. مش حقيقي، والله العظيم عايز اعرفك عليهم. انا هظبط الموضوع ده كله، انت بس اديني فرصه لحد ما الاقي الوقت المناسب. طب بقول لك ايه؟ في هناك عربية فول على الناصية، تحب نروح نفطر عليها؟ بلاش. هنطلع نصحي أنكل وكلنا نفطر مع بعض فوق. لا بابا ايه؟ بابا لا. بابا لا. نكمل الأول، لازم نتعصب عليكم. اسكندراني بقى ولا حاجة كده على ذوقي. الختمة الشريفة مالية دعوة باللي حصل؟ ابن الحرام بيكلمني بيقولي علمتلك عليه، هزقته وقفلت السكة في وشه، وابا بنت كلب لو كلمته تاني. بس رجلك ما تشيلنيش ذنب انا مش والنبي انت طول عمرك جدع. ما تحوريش يا بت. انا قلت انت صدقتني خلاص. لا صدقتك ايه؟ أنا عامل بس على أبوك اللي ممكن يموت بحسرته على بنته البكر الرشيد. أنا عارفة أنت طول عمرك قلبك كبير. أنا قلت لك عادي. إيه؟ أدخل الأوضة؟ لا ماليش مزاج النهاردة، خش المطبخ هتلاقي فيه شوية مواعين في الحوض صبنيهم. يبقى أنت لسه زعلان يا سوني، حلفت لك قال إنه هيكلمك بس. طب أنا ذنبي إيه؟ أنا كنت أعرف إنه كان هيعمل لك كده. والمرة اللي فاتت مش انت يا حلوه اللي خليتيه يتغاشم ويجي يسرق الحاجه من المحل؟ والله العظيم ما ليا دعوه بالحوار ده، انا كل اللي كان هعمل حاجه بس اللي تخصني. هو انا يا بنت ماسك عليكي نيجاتيف افلام؟ انتوا ليه قدام قوي كده؟ انا الحاجه اللي عندي يا ماما ما بتتسرقش. عشان خاطري يا سوني، ماليش خاطر عندك. طب عايز تعمل لك ايه؟ ما انا قلت لك خشي. المطبخ ولا اوضه النوم؟ المطبخ. انت هتعيطي ليه يا بت؟ مش عايزك تزعل مني. قلبك عليا قوي؟ انا عايز اسالك سؤال، انت خايفه على زعلي ولا خايفه من زعلي؟ خايفه على زعلك طبعا. دعاء ما تكدبيش وقولي الصراحة وما تخافيش. انت بتيجي هنا عشاني ولا عشان الحاجة اللي ماسكها عليك؟ عشان الحاجة. عشان الحاجة. ماشي ضعاء، روحي روحي وملوش لزوم تيجي هنا تاني، والصور والفيديوهات اللي معايا اعتبريهم اتمسحوا كلام رجالة، وده نهاية الحوار اللي بيننا.
الله قعدت تبعت لي على الانبوكس لمده اسبوع لحد ما رديت عليها. خير بالك، ما خفتش تكون مراتك زقها لك؟ بص انا في الاول قلقت شويه، بس لقيت البروفايل بتاعها شغال من 2007، قلت تمام. يا سلام، وده سبب كافي خليك تكون مراتك عادي كده. يا ابني الخيانه ما تبقاش خيانه الا لو الست عرفت. احنا بنقوله بيننا وبين بعض، الخيانه خيانه حتى لو الست ما عرفتش. ومين قال لك بقى يا حبيبي ان هي ما بتعرفش؟ كلهم بيعرفوا على فكره وبيمثلوا عشان يمشوا حالهم. طب لو العكس؟ اللي هو ازاي يعني؟ يعني لو الست هي اللي بتخون جوزها وجوزها ما يعرفش عادي برضه؟ لا ساعتها بقى تتقطع قطيعة وتتاوى وملهاش دية. تنجتي كمل يا اخويا كمل. خلص خلص. لا ما تحرقليش اللي هو ايه يعني في حاجة اوضح من كده؟ خلص خلصت الديجيتال يعني خلص. بس انت الو. ايه يا حبيبي بتعملوا ايه؟ احنا لسه مشغلين فيلم دلوقتي، عايزنا نروح؟ لا لا براحتك، انا لسه قدامي شويه، بس انت اول ما تخلصي ابعتي لي مسج. طيب اوكي باي. حاسه الفريجرنس انتنس شويه، محتاجه تتخفف. لا بس دي عجباني قوي، برافو عليك يا نولا، سكسي وكمان هتعجب كريم قوي. هاي ليديز. هاي هاني. هاي جوين اس. نو ام اوت، دي شكلها ليديز نايت. ادم نام، انا خارج. هاف فان اند دونت جيت تو وايلد. باي هاني. باي باي. ليلي يا نولا، المهندس الجديد بتاع المشتل شاطر؟ مهيد اكشلي. على فكرة بفكر أعمل برفيوم للبنات الصغيرة. قريت مرة إن في كيمستري بتحصل بين كل واحدة ونوع البرفيوم اللي بتحطه، يعني لو أنا وأنتِ حطينا نفس نوع البرفيوم ممكن ريحته تختلف عن كل واحدة فينا. معقولة دي يا نولا؟ يعني مش بس كده، هي حسب نوع الجلد، حسب طبيعة الجو. يعني كل برفيوم ليه الشخصية بتاعته. فالناس لازم تخلي بالها وهي بتختار البرفيوم. ما ينفعش الاختيار يبقى عشوائي. بس أنا بختار البرفيوم اللي بيليق عليا وخلاص. يا سلام، ولو ما عجبش بقى الراجل بتاعك؟ لو ما عجبوش ذوقي يبقى ما بيفهمش. خلي بالك انت البرفيوم اللي انت بتختاريه ده ممكن سبكونشسلي يفكروا مثلا واحده مش بيحبها، واحده بيحبها، ذكرى أليمة. او يا حرام بمامته الله يرحمها. وساعتها بقى يبقى قضيتي عليه مثلا. طيب وانت بقى يا نونو بتراعي الحاجات دي في البرفيوم اللي بتعمليه؟ بحاول. ابن لذيذ. انتوا راكنين فين؟ احنا راكنين كده. احنا كده تقريبا. صباح على خير. بقول لك ايه، مش جعان؟ ده انا اصلا نفسي اكل. عايز تاكل حاجه معينه؟ لا ما فيش حاجه في بالي. طب سيب لي نفسك خالص بقى يا معلم. ايه؟ هتاكلني ايه؟ ايه رايك في اكل حرشه شعبي؟ ممكن نروح بقى الركيب بحة حبيب السيده. لا ما انت عارف انا ماليش في الاكل ده خالص. والله العظيم انت فايتك كتير. نروح فين؟ ها اخلص. ايه رايك يا سمير؟ بحة ولا الركيب ولا حبايب السيده؟ طيب لو تسمح لي يا مستر حازم، لو عايزين مصمت على حق من شغل السياحه انا ممكن اخدكم مكان على ضمانتي. فين؟ مصمت ابو عبل عندنا في المنطقه. اي سمير، كنت هشطب بدري بس قول لي عايز ايه. عينيا يا سمير، يا نهاري تنور، ده انا اطبخ لضيوفك بايدي. تعالى بس انت وما تشيلش هم. يلا مستنيينك. سلام. ولا دوده. ها يا ست عم، خد هات 10 ازايز ميه معدنيه وصابونه نظيفه وتلات علب مناديل، وشهل بسرعة عشان جاينا زباين مهمين. سلام. يلا بسرعة. حاضر. السلام عليكم. ربنا يخليك يا ابو علاء. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اهلا يا بهوات، اهلا وسهلا.
عبله بنت خالتي يا مستر. اهلا وسهلا. مستر اكرم عبله اللي بيشتغل معايا، وطبعا عارفه الاستاذ حازم. اما ليه؟ طبعا بشوف البرنامج بتاعه، حصل لنا الشرف. سمير بنشكر في اكلك قوي يا ست عبله. ربنا يستر، يعني يا رب اطول رقبته دي والاكل هيبقى جاهز. كويسه الترابيزه دي. تحب نقعد في الهواء بره احسن؟ والله يا ريت. ربنا يخليك يا مستر. ما تاكلش سلطه كتير يا مستر عشان تعرف تاكل. ما تقلقش عليا خالص. الف انا شايف عليك. تسلم ايدك. اتفضل يا مستر. اتفضل يا استاذ سامي، وكل بالف هنا. بتعرف على الحاجات بس. تسلم ايدك يا ست عبد. الاكل حلو قوي. ان شاء الله تسلم. كل عشان تتعرف. اسم الله عليك يا استاذ حازم. بس يعني شكل الاستاذ اكرم مش واخد على الاكل بتاعنا. الاكل نظيف والله، ده انا اللي عاملاه بايدي. لا لا مش قصدي خالص، مش قصدي خالص. انا هاكل هاكل. اقعد يا سمير اقعد. تسلم ايدك يا عبله. ان شاء الله تسلم وتعيش. على فكره يا مستر، البيت ده بتاعنا، وحضرتك عارف في محل على النص كده قدام القهوه، ده بتاعنا برضه اللي بيشتغل فيه سوني وتريك اخويا. ايه سمير، ما تقول الاستاذ ياكل. اتفضل يا مستر. بالاذن. اتفضلي. خدوا. ايه دي؟ هقول لك عليها بعدين. كل. نزلوا. من رايك تبدا بالمباراه يا مستر؟ مباراه. حط الشاي وهات ازايز ميه تاني بسرعه. عين ست عبد. تمام تمام. تسلم ايدك يا ست عبد. الاكل حلو فعلا. الف هنا وشفا. ما تأمروش بحاجه تاني؟ لا لا حاجه تاني ايه؟ بعد الاكله دي نروح ننام اسبوع. هي الاكله دي بالذات ما ينفعش بعدها نوم اكتر. طيب انا جوه لو احتجتوا اي حاجه بالاذن. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم مستر اكرم يا حاج. اهلا وسهلا. نورتنا يا فندم. اهلا وسهلا. استاذ حازم. زي حضرتك يا حاج، شرفتونا. ده بقى بركه المنطقه كلها، ابويا الحاج جمال. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. منورين الدنيا. نورك والله. الشاي ده مش هيتشرب هنا يا سمير. الشاي هيتشرب عندنا فوق في الشقه. لا والله يا حاج احنا لازم نمشي متاخرين معلش. والله ابدا ما يحصل ابدا. تكلموا ازاي؟ ده احنا زرنا النبي النهارده. ما تقول حاجه يا سمير. المنطقه كلها تحت امركم، انتوا مش محتاجين عزومه. الله يخليك يا ابو صبري. معلش يا حاج لينا قعده ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله، بس ده وعد. المره الجايه ان شاء الله نرتب لها ونيجي نشرب الشاي فوق عندك. هنستناكم ان شاء الله باذن الله. شرفتونا ونورتونا. شرفت ونورت. شكرا يا ست عبله. الف سلام عليك يا بلبله. ايه شرفت ونورت. هاي اكرم. راحت فينك؟ انت وصلت؟ انا داخله على البيت دلوقتي. استنيك. وحشتك جدا. بحبك. طيب يلا باي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. تشربتي؟ شاي. طب ما قلتليش ليه كنت بعتلك ثانية؟ عشان أنا مش سكرانة، أنا تبسي. بس. بس برضو ما ينفعش تسوقي وانت كده. اتفقنا؟ اتفقنا. طب اروح اغير الهدوم بسرعه. ليه؟ ما ينفعش هنا؟ لا ما ينفعش هنا. Thank you.
نايلة انت كويسة؟ انا كويسة اكرم، جاية دلوقتي حالا. شكلك تعبتي. لا انا كنت تعبانه دلوقتي بقيت كويس. تعالي تعالي. انت مش متعوده على الشرب بس. اجيب لك ميه. انا اسفه يا اوكرا. ممكن بليز اجيب لي حاجه للصداع؟ بليز. اوكي. سوري. انا داخله على البيت دلوقتي استنيكي وحشتك.